دكتور أيسر، درس البكالوريوس في فيزياء وكيمياء كلية العلوم جامعة دمشق، ثم دكتوراه في الكيمياء من جامعة باريس كلية العلوم اشتغلت الدكتور أيسر مدة 10 سنوات في فرنسا في مجال الكيمياء، بعدين في مراكز بحوث، ثم عادت إلى جامعة باريس السادسة لدراسة المعلوماتية في عام 1981. حصلت على ليسانس وشهادة ماتريس ثم دكتوراه، وعملت بعدها مستشارة في التنظيم والأتمتة في الشركات والمؤسسات الفرنسية، منها شركة رونو، فرانس تيليكوم، مستشفيات باريس. دكتورة أيسر عضو بالجمعية الفرنسية المعلوماتية والسبرانية من عام 87 لعام 96 لتطوير المنهجية الأتمتة والتحليل ونشر البروتوكولات في المنظمات الكبرى ومجال المعلومات المركبة، اختصاص إدارة قواعد بيانات حقراهم بالعربي وقواعد بيانات موزعة ونظم خبيرة و باز دو كونيسونس يعني بالعربي قواعد المعرفة. مو انه انا ما منيح بالفرنسي بس ما بعرف شو يعني بالعربي. عضو مؤسس في نوستيا، شبكة المغتربين والتقنيين والعلماء السوريين في المغترب، وفي مجلس الأمناء منذ 2001، ورئيس مجلس أمناء نوستيا منذ عام 2009. نرحب فيك باسمكم. هلا ندوتنا حتكون مقسومة 3 أقسام. القسم الأول حتحكي شوي الدكتورة، وهي اوريدي بلشت بمقدمة عن نوستيا والهدف من هذا اللقاء، حتحكي شوي شو هي نوستيا وإنجازاتها السابقة قبيلة وببدايات الأزمة، وإن شاء الله بترجع بشكل أقوى، وتحكي شوي عن موضوع قطاع الاتصالات كيف حرض عالميا صراعات بين أقطاب العالم بشكل أساسي أمريكا والصين للمنافسة على التكنولوجيا وكسب الأسواق. بعدين أنا حأعملكم مقدمة أو لمحة سريعة عن شو هو الـ 5G حسب الوقت المتاح، حسب الوقت اللي بتترك فيه الدكتورة أيسر. وبعدين يعني نحن المفروض أنه مع نلتقي للساعة 4، بس حنفتح فترة النقاش طالما في كهرباء، ما بعرف نفتح فترة النقاش والأسئلة ونجاوب عليها. وشكرا لكم. بدنا نرجع شوي على نشاطات نوستيا. نوستيا تأسست سنة 2001 نتيجة يعني كانت في الرئيس بشار الأسد لما أجى على الحكم، الحقيقة عين لجنة تتواصل مع كل العلماء واللي بيعرفوهم يعني في العالم، عم يطلب من العلماء المغتربين إنه يجوا لسوريا مشان يساهموا في النقل التكنولوجية لسوريا. فطبعاً جينا كنا هيك ركضنا. والاجتماع التأسيسي كان سنة 2021 بحزيران. 2001 2021 تماماً في حزيران. ونتيجة الاجتماع يعني صار في تأسست كمان الهيكلية في مجلس أمناء، في أعضاء، في كذا. وكنت أنا في مجلس الأمناء منذ البداية. الهدف من نوستيا كان هي إنه كمان مثل ما قلنا المساعدة على الإقلاع التقني، إفادة النظراء السوريين من تجربة مختلفة في بيئة مختلفة. نحن في عنا النظراء من الشباب اللي بسوريا كمان، وهن على مستوى عالي من المعرفة ومن العلمية. الهدف إنه يصير في تبادل معرفي بالنسبة للتجارب المختلفة وبناء جسور مستدامة في البحث العلمي بين باحثينا اللي بالمغترب واللي بسوريا. وهون بحيي الباحث الكبير الدكتور إلياس بريمو اللي هو باحث ومنتج ومخترع الحقيقة.
التحفيز على التبادل العلمي بين سوريا ودول الاغتراب في الفترة الماضية كانت كمان، لا تنسوا من الألفينات يعني بداية الألفينات كانت سوريا كمان تحت الحصار وكمان تحت الحصار التكنولوجي، والهدف كانت أنه كمان بالرغم من الحصار التكنولوجي لأنه كانت كل التكنولوجيات ممنوعة عنا والإلكترونيات ممنوعة عنا، فالهدف كان انه بشبابنا نرجع نبني بلدنا ونحن ما لنا بحاجة للغرب. لكن الحقيقة اللي صار انه كمان كان في صار انفتاح شوي بفترة بين 2000 و2010 اذا بتتذكروا، كان الاتحاد الاوروبي كتير عم يشجع وعم يخطب ود سوريا لحتى نمضي علاقات الشراكة معهم. فوقتها كمان صار في نشاطاتنا كانت مع مو بس مع الدول اللي فيها متواجدين اصدقائنا، وانا هون بدي اقول انه الاغلبيه كانت بفرنسا، اغلبيه اعضاء نوستيا واغلبيه الشباب هن من درسوا بفرنسا، فبلشنا طبعا بالتعاون معهم وكانوا كتير محبزين. يعني الدولة الفرنسية كانت محبزة واليو ان دي بي كانت محبزة وهيك، فعملنا أول شيء تحت الحصار ولنخلص من الحصار أول مؤتمر عملناه، وعملنا عدة شغلات يعني على إنه نعرف الناس بشو هي البرمجيات مفتوحة المصدر، لأنه أمريكا وفرنسا وكل الدول الغربية اللي بتعمل برمجيات تمنعها كانت عن سوريا من ناحية، من ناحية تانية اللي موجود كان حتى بسوريا ونقدر نحصل عليه أسعار باهظة جدا. وتصوروا مثلا أنه البرامج القواعد البيانات هي بتشتريها ما بتشتري، بتشتريها وبتدفع كل سنة عليها، هي الحقيقة كانت كل سنة ملايين الدولارات كانت تروح وما يعني هيك لهالشركة. فلقينا انه اهم جدا انه نتعرف على البرمجيات مفتوحة المصدر اللي هي بيشتريها الواحد وبيضل وبيطورها هو وفي يفوت يتعلم ويطورها. فهذه كانت بالنسبة لنا لبلد تحت كبلد تحت الحصار كانت قفزة نوعية كبيرة جدا، بالرغم انه كان في كتير معارضة بسوريا لانه في خوف وفي انه ما عندنا الامكانيات وانه ما عندنا المعرفة وكذا، وطبعا في اسواق مفتوحة كانت يعني المستفيدين من هالامور كانوا كمان اللي عم بيعرضوها. فهذه كانت لقيناها انه هامة جدا. بعدين صار عملنا كمان مؤتمرات كبيرة لحتى نعرف عن كل المجالات التي ممكن أن تستعمل المعلوماتية، المعلوماتية من النظرية إلى التطبيق. ثلاث مؤتمرات كبيرة جدا كانت آخرها تحت رعاية IEEE اللي هي مؤسسة كبيرة عالمية علمية بتعطي بصمتها، يعني لما بتكون مؤتمر تحت رعايتها معناتها بمستوى عالمي كبير. فهذه المؤتمرات الثلاثة، أول شيء عندكم السيديات هون تبع المؤتمر موجودين، بودي إنه تستفيدوا منهم لأنه إجا على هالمؤتمرات عدد كبير من الباحثين ومن مدراء البحث بالعالم كله الحقيقة، لأنه بهذيك الفترة كمان كانت بلشت الدول الغربية ترفض الفيزا دخول على بلدها لكل إنسان ماله من المحيط الغربي. فصارت يعني الحقيقة هالمؤتمرات كانت هي عبارة عن مركز لكل الشباب اللي جايين من آسيا، من الهند، من إيران، هذا اللي هنن بدهم يعملوا يعني تقارير البحث تبعهم في مؤتمر علمي دولي معترف عليه. فهذه المؤتمرات تحت IEEE تحت رعاية IEEE كان معترف عليها، فإجا كتير ناس حقيقة، إجا أكثر من 2000 شخص على هالثلاث مؤتمرات. وهذه كانت في دمشق عملناها بقصر المؤتمرات بإبلة، وبالفعل كانت رائعة يعني الحقيقة.
كان إقبال كبير كتير. بعدين الناحية الثالثة اللي نحن كمان كتير حاسين فيها وضرورية بالنسبة لسوريا وعملنا كمان مؤتمرات دولية عليها هي إدارة الثروة المائية، لأنه بلدنا شح مياه فيها مشكلة كبيرة، وكانت وبالفعل نحن بحاجة لتدوير المياه المستعملة، بدنا بحاجة لإدارة المياه، بحاجة للمحافظة على نقاوة المياه وهكذا. فبالنسبة لنا كانت أساسية إنه نشتغل على هالمواضيع. في مواضيع تانية اللي كنا نحن كمان ما كتير محتاجين إلها وحكينا فيها، لكن الحقيقة التجاوب كان كتير قليل، هو التدوير النفايات الصلبة في سوريا. عنا أصدقاء عنا بالأعضاء كانوا هن مختصين بهالمجال ومستعدين يعملوا معامل لتدوير النفايات الصلبة، بكل أسف ما وقتها يعني وبتصور لهلا ما لقوا أي استجابة من قبل السلطات. بعدين عملنا ورشات عمل تدريبات كمان على تدوير المياه المستعملة، هذه كانت بالتعاون مع الأمم المتحدة وصيانة المنشآت، لأنه كمان نحن عنا مؤسسات لتدوير المياه المستعملة، بس بدها صيانة بشكل دائم، بدها تطوير بشكل دائم، بدها يعني كمان تطوير شو بدي أقول تطوير المهندسين اللي عم يشتغلوا فيها بشكل دائم عمليا وفكريا، ويتعرفوا على التقنيات الجديدة بهالمجال. في مجال إدارة المشافي ومتابعة الأدوية والمرضى، هذه كانت كيف الحقيقة ورشات عمل عملناها لتطبيق للتعريف على تطبيقات المعلوماتية في مجال إدارة المشفى، في مجال الفحص عن بعد، في مجال العمليات عن بعد. هلأ نحن بتشوفوا بالمجال في مجال الجيل الخامس والسادس صار في إمكانية إنه تنعمل عمليات جراحية عن بعد، وحتى يعني كمان مساهمة المعلوماتية في العمل الجراحي. عملنا كمان عملنا ورشة عمل مع مشفى ابن نفيس مع جمعية الجراحة العظمية، وعملوا لنا خلينا نقول نهار كامل تعريف وتدريب عن كيفية استعمال الكمبيوتر والذكاء الصناعي في العملية الجراحية، لكن هي عبارة مو الكمبيوتر اللي بيعمل العملية، لكن تعمل العملية قبل العملية، يعني اعتبارا من الصور ومن الدراسات ومن الهدف في محاكاة وشوف وين الهدف، فبتصير كله يدرس على الكمبيوتر بشكل كتير دقيق، وبعدين لما بتصير العملية في مساعدة كمان للجراح من قبل الكمبيوتر في العملية. هذه الحقيقة كمان عملناها دكتور جان شاوي وقتها اجى على سوريا بال 2019 وهيك سلافة 2019، ومستعد انه يجي ويعطينا السوفت وير ببلاش ويدرب الأطباء وكل شيء ببلاش. يعني بالفعل انه في عنا شباب مستعدين والوطن ساكن بقلبهم كما يقول شعارنا وهيك قربنا تمام تكي بس خلصنا. في مهم الطرف الأخير من التدريبات، إنه نحن بما إنه عملنا أول مؤتمر كان عن استعمال البرمجيات مفتوحة المصدر، قررنا إنه كمان ندرب الناس والشباب على البرمجيات مفتوحة المصدر، واتفقنا مع شركة ريد هات بشكل إنه نعطيهم شو اسمه شهادات، يعني انه ما يكون بكل الوقت بس هيك. وكان بالفعل اقبال كتير جيد، فعملنا سي بروجرامينج الاوبجكت اورينتد داتابيس وكذا وهيك. شكرا. في شغله اساسيه كمان، عملنا ماجستير مشترك بين معهد العلوم العليا للاتصالات في فرنسا
والجامعة جامعة دمشق. بقينا 4 سنين ولكن بكل أسف جامعة دمشق لم توقع الاتفاقية ورفضت هالمشروع، بالرغم من أنه استمر 4 سنين. والحقيقة كانوا يجوا الشباب من المعهد العالي للاتصالات الفرنسي ويعطوا الدروس وهذا بدون أي مقابل، لأنه كانت المدرسة بحد ذاتها هي كتير رايدة. المعهد العالي للتكنولوجيا بفرنسا كان كتير رايد أنه يتعاون معنا. بعدين الحقيقة لما منشوف كيف كان دور فرنسا في سنين الحرب على سوريا، نقدر نفهم أنه ليش دولتنا وأمننا رفضوا التعاون، لأنه كان بيخليهم يكونوا يتوغلوا بالبلد يعني بالمؤسساتنا. فهيك اليوم خلاص بعطيك الكلام ولا لا؟ اللي كلمتين ايه عن الجيل الخامس، اتصالات الجيل الخامس. اليوم هام جدا انه نعرف ليش، ما هو الجيل الخامس. طبعا هلا الدكتور ايمن حيحكي لكم بالتفاصيل عن الحالات التقنيه، لكن انا بدي اقول لكم كيف اذا كان على مستوى تداعيات الجيل الخامس على الوضع السياسي العالمي والاستراتيجي العالمي. نحن شايفين انه اليوم من يوم في حرب طاحنة بين الولايات المتحدة وروسيا، لحتى تحافظ الولايات المتحدة على دورها في حكم العالم وفي الهيمنة على العالم. بهالوقت الحقيقة الصين تطورت بسرعة شديدة وطورت كل تقنياتها بسرعة شديدة، وكانت الصين عم تشتغل على الجيل الخامس. وشفنا انه وقت اللي ترامب من سنتين امر بحبس مديرة هواوي اللي هي شركة الاتصالات الصينية بسجنها في كندا، الحقيقة متهمينها بالجاسوس التجسس. هي كانت الحقيقة عم تشتغل على الجيل السادس من الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وطبعا الجيل الخامس هو كمان جيل هام جدا، وهلأ عم يجي على السوق، يعني صار بمستوى التداول. هو سرعة كبيرة في الانترنت، هو شو اسمه مساحة كبيرة ايضا في شو بيسموها لا بس دي والعرض النقل، يعني إمكانية النقل عدد كبير جدا من المعلومات اللي بدأت تنتقل بزمن قياسي أقل من الثانية من مكان لآخر. فهذا كمان بيفتح مجال أكثر لكل العلوم التي تتطلب الريل تايم، يعني الحقيقة أنه تكون المعلومة تنعرف بدقيقتها بالمنطقة الثانية والمناطق الأخرى. وتطور قطاع الاتصالات وتطبيقه له أثر كبير كتير كتير على التنمية. طبعا نحن بنشوف أنه بيفتح كل مجالات الاقتصاد والتداول، بيصير التجارة بتتشجع، التجارة الإلكترونية بتصير، العلم عن بعد بيصير، المدارس عن بعد بيصير، الجراحة عن بعد بيصير، الطب عن بعد، وأيضا بالإضافة إلى كل الإمكانيات الأخرى اللي حتنفتح. هذا هام جدا لحتى نعرف أنه هذا بيعطي أولوية في السيادة، في الوجود الاقتصادي، في الوزن الاقتصادي في العالم إذا بدنا نقول، وفي كمان السيادة، لأنه اللي بيعطي اللي بتكون معاييره هي الناس كلها بدها تتبعها، واللي بيعطي التكنولوجيا لكل الناس وهو مسيطر على هالتكنولوجيا، واللي بيحط المعايير بالسوق وبالهدف، فهو بطبيعة الحال حيكون مهيمن إذا مو على العالم، على القسم اللي عم يستعمل هالشيء. لذلك يعني حنشوف إنه نحنا اليوم في حرب
يعني الحقيقة ضروس بين بين أمريكا الولايات المتحدة وبين الصين، عم يعملوا جهدهم لحتى يوقفوا الصين، إنه منعوا هواوي من السوق الأمريكي والأوروبي، عطوهم سنة لحتى يوقفوهم، والحقيقة هلأ ما عاد في منتجات لهواوي، لكن هواوي عم تقدر تتجاوز القصة وعم تعمل كمان برمجيات عم تقدر تتجاوز المنع الأمريكي، وببروتوكولات جديدة وببروتوكولات تلتف كمان على المنع. فهذا الشيء أساسي جدا، نحن لازم نتفق أن يعني نقفز هالقفزة النوعية في بلدنا. اللي بدي أقوله إنه كمان هلا عم يشتغلوا على الجيل السادس، يعني ما بس نحن بالجيل الخامس. تشكركم إذا في أسئلة أو هيك، يعني ما بعرف إذا بتحبوا إنه بالأخير بركي نخلي الأسئلة للأخير. على كل خلي الفكرة براسكم إنه بالفعل هام جدا هذا المجال. نتأمل إنه سوريا تقدر كمان تتجاوز الفجوة بالنسبة للإنترنت، لأنه اليوم وضعنا مزري. يعني الحقيقة بدون ما نحكي عن الجيل الخامس، نحن إذا كانت بتبعت المعلومة اليوم بتصل بكرة، ما في ضرورة لأنه تكون عن طريق الإنترنت. أنا عم زيدها شوي طبعاً، مو لهالدرجة، بس إنه الحقيقة بطء الإنترنت عم يخلينا إنه ما نقدر حتى عم نقدر نبعت صورة وصوت وهيك فيديوهات، بدها ساعة لتبلش تشتغل، بدها ساعة لتنزل. فهذا كله طبعاً بسبب الحصار، ولكن خلينا نحول النقمة إلى فرصة. كل الصعوبات فينا نحولها لفرصة. نحن عنا إمكانيات هائلة بالثروة البشرية، في العقول البشرية السورية، فبرأيي نحن لازم نقدر نحفزها ونعطيها المجال، نفتح لها المجال للإبداع، ولا أنه تمشي الحقيقة تكون قاطرة تجر البلد إلى الصعود. شكراً كثير. شكراً دكتورة أيسر على مداخلتك.